أهلا شباب، السلام عليكم. طيب نكمل. نرجع للسلايد بقى التانية دي. هنا الـ High Level Programming Language. مين كان بيقول إيه؟ تمام كده. الـ High Level Programming Language ليه سموها High Level؟ لأن إحنا الـ Programming Languages دي انت بتستخدم اوامر، الاوامر دي مسمياتها قريبه من اللغه اللي انت بتتكلم بيها وتفهمها، ولذلك هي كل مسمى بيعبر عن شيء معين هو موجود، زي الاوامر الخاصه بالتكست، يبقى انت تعرف ان دي بتقبل تكست مثلا، مسمى لكنترول معين اسمه ليبل، تكست بوكس، الحاجات دي كلها ما هي الا مسميات اساسيه بنفس اللغة اللي انت بتتكلم بيها. طيب ده ابليكيشن بسيط، وده اللي هنعمله النهاردة ان شاء الله. هنعرفكم ازاي نعمل ابليكيشن بسيط بطريقتين، واحدة بالكونسول والتانية بالويندوز فورم، اوكي. وبعد كده هعرفكم ان شاء الله ازاي تعملوا انستول للويندوز، سوري، الفيجوال ستوديو اللي هو الـ Integrated Development Environment اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله. طيب نيجي بقى، احنا قلنا ايه؟ ان الكمبيوتر او البروجرام ما هو الا A Set of Instructions. طبعا ده شيء مصغر جدا 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 للي احنا بنتكلم فيه، طبعا ده ما فيهوش Decision Making، ولكن لتقريب الصورة انا بعمل ايه؟ مجموعة من الأوامر خلصوا، بتدخل مجموعة من الأوامر تانية، مجموعة من الأوامر تالتة، وهكذا لغاية لما توصل لهنا. يبقى البرنامج بيبدأ بستارت ومجموعة من الأوامر في شكل بقى ميثود، في شكل أوامر معينة. المهم أن الأوامر دي بتقول للكمبيوتر يؤدي مهام معينة، وبعد ما بتخلص ينقل على بعدها، وبعد ما بتخلص ينقل على بعدها، وهكذا. أوكي؟ والترتيب مهم جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تبقى شغال في برنامج تبقى عارف مين انت حاطط ايه هيبدا قبل ايه، وايه معتمد على ايه. اوكي؟ طيب هو بيبقى امر ستارت مرورا بمجموعه من الاوامر لغايه الاند. اوكي؟ زي كده عندي حاجه اسمها نيم سبيس، بعدين كلاس معين بروجرام، بعدين ميثود. الميثود دي هي النواة اللي بتقوم بتنفيذ المهام داخل الكلاسز دي. فهو فيها ايه؟ عمل المين، ميثود اسمها مين، بيقول له اكتب هل وورلد. اوكي، يبقى انا استخدمت ستاتيك كلاس، ميثود جواه اسمها رايت لاين، معناها ان هي بترايت على الاوتبوت سكرين اللي هي الشاشه السوداء دي، بقول له البرنامج ده اعرض لي هالو وورلد. وبعدين ريد لاين، معناه ان بقول للبرنامج استقبل لي من الكيبورد اللي اليوزر هيدخله لو هيستقبل اوامر من اليوزر. يبقى هو نفذ السطر ده، وبعد ما نفذه راح ناقل على السطر الثاني، وهكذا. دي الستبس بتاعت ايه؟ برنامج بسيط زي كده. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه، الايه؟ الانتربريتد لانجوجز والكومبايلد لانجوجز. ايه الفرق ما بين الكومبايلد والانتربريتد؟ اوكي، دي برضو مهمه قوي. في لغات برمجه، وفي لغات برمجه هايبرد بتشتغل ما بين الكومبايليشن وما بين الانتربريشن. طيب الكومبايلد والانتربريتد الاثنين فيما معناهم يعني هي ترجمة. ترجمة يعني ايه؟ يعني انت بتحول الهيومن لانجوج او الهاي ليفل لانجوج اللي انت بتشتغل بيها، بتحولها لاسمبلي معين، وبعدين هو بيعمل ايه؟ بيخليها لمرحلة اسمها انترميديت لانجوج زي ما هنشوف. ده بالنسبة للدوت نت فريم ورك. بس الكومبايلد بيعمل ايه بقى؟ بيعمل كومبايلنج لكل الكود كله
بيإيفاليويت الكود كله وما ينفذوش لو في أي إيرور. يعني على سبيل المثال لما أروح لده كده أنا مش هقدر أرن المسج دي كده ولا تظهر لي إلا لما يعمل كومبايلينج لكل اللي إحنا شايفينه ده. لو لقى في أي خطأ لا يمكن البرنامج هيرن. الانتربريتر مختلف شوية. إزاي؟ الانتربريتر زي يكتب لك ده احنا بنستخدمه في الجافا سكريبت والاتش تي ام ال. يعني هو بينفذ سطر سطر. لو انت عندك الاوامر سطر ورا سطر هتلاقي ده تنفذ الاول وبعدين ده تنفذ وراه واللي وراه، ولو لقى اللي وراه في خطا ما ينفذوش، ولكن هو نفذ اللي فوق خلاص عدى وتنفذ. ده الانتربريتر. الكومبايلر لا، لازم ينفذ يشوف يعمل ايفالويشن للبرنامج كله ولو لا في اي خطا ما ينفذوش. اوكي طيب ايه بقى الكومبايلد فيرسز انتربريتر؟ يعني هو عباره عن ايه؟ the way of transforming the programming language code to machine code. ماشي، بتستخدم بمين؟ من خلال الكومبايليشن او الانتربريتيشن. ودول كل لغه برمجه ليها الكومبايلر بتاعها او الانتربريتور بتاعها اللي بيفهم الكود بتاعها. يعني السي شارب ليها الكومبايلر بتاعها، الفيجوال بيزك دوت نت ليها الكومبايلر بتاعها، البايثون ليها الكومبايلر بتاعها. اوكي، وبالتالي هي الكومبايلر ده العقل المفكر بتاع مين؟ بتاع لغه البرمجه. يعني انا ما اجيش في البيئه بتاعت السي شارب اروح كاتب سينتكس بايثون مش هيفهمها، اروح كاتب سينتكس فيجوال بيزك مش هيفهمها. يبقى ده معتمد على ايه؟ الكومبايلر بتاعي. يبقى كل لغه برمجه ليها الكومبايلر بتاعها. اوكي، الكومبايل بروجرامينج لانجويج، الكومبايل كومبايل اول كود ات وانس، هو بينفذ لي الكود كله مره واحده. تمام، وبعدين الكود بيبقى ريدي تو ران زي مين؟ سي وسي بلس بلس وسي شارب. اوكي طب الانتربريتد لانجويج، الانتربريتد لانجويج بيريد او بينتربريت لاين باي لاين، يعني بينفذ سطر سطر في الاوامر. تمام، وينفذها زي البايثون مثلا. البايثون الاثنين على فكره هايبرد، وهايبرد برضو زي السي شارب والجافا هايبرد بروجرام. ممكن تبقى انتربريتر، ممكن تبقى يعني ليها انتربريتر وليها كومبايلر. طب الكومبايلد از فاستر بات مور ديفيكلت فور ديباجنج، بمعنى ايه؟ يعني هو اسرع في التنفيذ لانه بياخد البرنامج كله ينفذه مره واحده لان ما فيهوش اخطاء. اوكي، انما الانتربريتر هيشوف اللاين ده يعمل له ايفالويشن، لا صح بيروح ينفذه، يدخل على اللي بعديه يعمل له ايفالويشن، لا صح يروح داخل على اللي بعديه وينفذه، وهكذا وهكذا. يبقى هو بيكومبايل بييفاليويت وينتربريت، لكن في الكومبايلر بيروح عامل كومبايلنج مره واحده، بيقيم البرنامج كله مره واحده وبعدين بيرن. اوكي طيب، يعني دي انا هتخطاها دلوقتي، انا مش عايز اتكلم عنها دول والاسكي كود. انا دلوقتي قبل ما ادخل في الكلام ده ويبقى فيه كويزز، انا عايز افتح الفيجوال ستوديو قدامكم. اوكي، ونعمل برنامج بسيط عشان يبقى الموضوع فيه يعني ايه، يعني انتر اكشن كده. طيب حضرتك البرامج هنزلها من النت لما حضرتك هتفصل ولا وترسلها؟ لا بصوا، انا هقول لكم دلوقتي احنا ننزل البرامج دي ازاي. احنا ننزل فيجوال ستوديو 19 وهو سهل، بس هو ما بتنزلش السورس بتاعه كله وتعمل له انستليشن. انت بتنزل ملف صغير قوي وهو بيعمل انستليشن من على النت. اوكي، زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي. بصوا يا شباب، انا هعمل حاجه بسيطه قدامكم، وطبعا انتم مش مطلوب منكم انكم تعملوا الكلام ده، انا بس بوري لك حاجه بسيطه جدا ازاي نعمل برنامج بسيط.
اوكي انا هعمل برنامج بطريقتين. الطريقه الاولانيه حاجه اسمها الكونسول ابلكيشن، هي شاشه سوداء للناس اللي يعني تعرف دوس، والشاشه السوداء دي هي الانبوت والاوتبوت، بندخل منها القيم او الداتا اللي مطلوبه بنستقبل منها الاوتبوت والريزلت. اوكي وبعد كده نبقى نعمل برضه اعمل برنامج بسيط بالويندوز فورم تشوفوه قدام عينكم. اوكي والمره الجايه ان شاء الله هنبدا شغل بقى فعلي، نبدا شغل ندي اكزامبلز ونشرح واسيبكم تعملوا اكزامبلز ان شاء الله يعني المره الجايه باذن الله. دلوقتي الشاشه الافتتاحيه بيقول لك ايه A new project. طيب نشرح دي ببساطه كده. دي شاشه افتتاحيه بتعرض لك التمبلتس اللي الفيجوال ستوديو مديها لك والفيجوال ستوديو دي ده اسمه ايه IDE Integrated Development Environment وهنتكلم عنهم بالتفصيل وايه هي الانواع اللي موجوده، بس اشهرهم الفيجوال ستوديو اللي هو مايكروسوفت فيجوال ستوديو. اوكي انا دلوقتي التمبلت اهي بستخدم التمبلت، ولو هو في سامبل لي او تقدر تدخل اونلاين سامبل. تمام هنا الريسنت البروجكت اللي انت كنت شغال عليها قبل كده او التمبلت اللي انت اخترتها قبل كده، سوري مش البروجكت، الانستولد التمبلت دي التمبلت اللي نزل لك مع الايه الفيجوال ستوديو. طيب عندي بما ان انا شغال سي شارب فهي دي اللي عندي كرنت، وفي الاذر لانجوج اللي نازله تقدر تستخدم بايثون او فيجوال بيزك او بلس بلس او سيكول او تيفر. اوكي طيب خلينا كده انا بشتغل ايه ويندوز. طب انت هتعمل ابلكيشن على الويندوز ولا هتعمل ابلكيشن على الويب ولا حاجه اسمها شير بوينت زي سيرفر كده للاوفيس ولا اندرويد ولا كلاود ولا ايه بالظبط ولا اي او اس ولا ايه حكايتك. اوكي طبعا من بعد 2015 فيجوال ستوديو 2017 و2019 2019 رائع بصراحه، في حاجه اسمها دوت نت كور. دوت نت كور هتكلم عنها ونفصلها شويه ان شاء الله والفرق ما بينها وبين الدوت نت فريم ورك. اوكي والدوت نت كور هي حاجه كده طفره اوبن سورس، تقدر تعمل ابلكيشن على الويندوز يران على الابل او يران على اللينكس، دي حاجه رائعه يعني. خلينا في موضوعنا دلوقتي، انا بعمل ويندوز ابلكيشن. اوكي والويندوز ابلكيشن ده اختار ايه بقى، يا اما ويندوز فورم او دبليو بي اف نوع من اليوزر انترفيسز اسمها ويندوز بريزنتيشن فاونديشن او كونسول كلاس. انا هستخدم الكونسول كلاس. اوكي واروح على الكورس بتاعكم حقيقه اللي انا يعني متحمس له جدا. هنعمل فولدر لكل سيشن و 2020 04 النهارده كام 22. اوكي سيشن نمبر 1. اوكي هنقول فيرست اب. اوكي هالو وورلد تمام، ده منين؟ اندرسكور كونسول ابلكيشن. كونسول ابلكيشن اللي هي كونسول الشاشه السوداء، معلش الزوم بيتقل الجهاز جدا يعني. بصوا يا شباب يعني انا مش عايزكم تفهموا حاجه من اللي انا بقوله او اللي بعمله. اوكي خالص كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله ونشرحه ان شاء الله بالتفصيل. اوكي بس اللي عايز اقوله يعني هدي فكره عامه كده بسيطه ان ده الابلكيشن بتاعي، ده البرنامج بتاعي. اوكي البرنامج بتاعي
عبارة عن إيه؟ class namespace، واعتبر namespace دي كأنه folder، كأنه folder. والclass ده كأنه container بيحتوي على الأوامر. اعرفوها كده. ده folder في مجموعة من الكونتينرز، والكونتينرز دي فيها مجموعة من الأوامر. اوكي؟ طيب static void main، أنا مش عايزكم تعرفوا دلوقتي. المين دي ده اسم الأمر، ده الأمر اللي بيتنفذ. بنسميه هنا؟ بنسميه method جوه السي شارب. بتسميه في حتة تانية بنسميه function. تمام؟ في الفيجوال بيزك دوت نت بنسميه sub. لستارت واند sub. هنا في الفيجوال سي شارب او في السي شارب بنسميه ميثود. وما بين قوسين دي اسمها البارامترز بتاعت الميثود. اوكي؟ ستاتيك دي معناها ان هي ثابته بشكل معين، ليها طريقه معينه. فويد معناها ان هي ما باخدش منها داتا، ما ترجعليش داتا. اوكي؟ طيب الكلام ده معناه ايه؟ وفويد دي ومين دي معناها ايه؟ مين دي كل برنامج يا شباب، اي برنامج انت بتعمل له رن ليه نقطه بدايه. نقطه بدايه دي فين؟ عندنا في البرنامج بتاعنا هو المين. دي تعتبر بيسموها المين انتري بوينت، دي البوابه الرئيسيه للدخول في البرنامج. اوكي؟ وبالتالي اول ما الويندوز بيرن، سوري الابلكيشن ده بترن، الابلكيشن اي اكس اي ده بيحصل له ايه؟ يروح باصص لدي. اول حاجه بيدخل عليها ده، يشوف المين فين ويقرا اللي جواه وينفذه اول حاجه. طب احنا في حالتنا دي انا عندي كلاس اسمه كونسول اللي هو كونتينر بيحتوي على اوامر كتير. نيجي للميثود نشرح بقى ده كده بالراحه كده. اوكي؟ وهنعيده تاني بالتفصيل. المفتاح دي معناه بروبرتي، والمربع الكيوب ده معناه ميثود. ده امر وده كذلك امر. اوكي؟ طيب هنا الامر دون انا عايز اكتب على الشاشه. رايت او رايت لاين. وما بين كوتيشن ده معناه ان انا بكتب string. string يعني اي حاجه. تمام؟ الكومبايلر لما بيشوف علامتين التنصيص دول بياخد اللي جوه ده يطلعه زي ما هو. ما فيش انفالويشن ليه ابدا. اوكي؟ ما لم تعمل كده. دي ليها قصه ثانيه نعرفها بعدين. لكن اللي ما بين علامات التنصيص بياخدها زي ما هي كوبي وبيست ويعرضها لك على شاشه الاخراج بتاعته اللي هي الكونسول ابلكيشن. خلاص؟ طيب انا هقول هالو world. تمام؟ from them Arabia from Mr. عمر سليم. يبقى عمر سليم بيمس عليكم دلوقتي. خلاص؟ حاجه كده هقول له console.readline. طيب انا عايز اعمل ايه؟ يعرض لي الرساله دي. اوكي؟ اعمل رن. اعمل رن معناه ان انا بعمل كرييت لاي اكس اي، برنامج بتاعي الاي اكس اي اللي هشتغل. طيب الاي اكس اي ده مكانه فين؟ وبيشتغل ازاي؟ وايه الايكون بتاعته؟
تمام. ولو نقلته من مكانه هل هيحتاج ملفات جنبيه مساعده ليه ولا هيروح يشتغل لوحده لحاله؟ اوكي، ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله، اوكي، بس من المره الجايه بالتفصيل. لكن لازم نعرف ان واحنا بنعمل كرييت لابلكيشن ايه هي المفردات بتاعته، ايه الملفات المساعده بتاعته، هو بيعمل ابلكيشن ده ازاي، ايه الملفات اللي بيستخدمها عشان، والفولدرز اللي بيعمل لها كرييت، اوكي، عشان تبقى ظاهره عندي وانا موجوده هو بيستخدمها. اوكي، ادي الرساله اللي ظهرت، هلو وورلد فروم بيم ارابيا فروم مستر عمر سليم. دلوقتي كل اللي انا عملته ايه؟ ده برنامج اي اكس اي بيروح يعرض لي الرساله دي. اوكي، طيب انا قفلت وخرجت من ايه، من البرنامج، عملت ستوب، انا بعمل ران وستوب للابلكيشن. طيب ايه هي المراحل من اول ما بعمل ران؟ اوكي، هنزل دي لتحت، ما اعرفش انتوا شايفينها ولا لا. بعمل ران، ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا ده كومبايلر، يبدا يعمل كومبايلنج للابلكيشن ده. اوكي، يعني بييفالويت، يروح يشوف السنتكس دي، الكلمه دي مظبوطه ولا لا، هنا الامر ده مظبوط ولا لا. لو انا جيت رحت عامل كده، قلت له كونسول دوت رايت لاين، ماشي، وكتبت حاجه غلط، رحت عامل كده وقلت له ماي نيم از سام، عملت كده. شايف السطر ده؟ ده عرفته منين؟ من الكومبايلر. الكومبايلر ما بيقبلش سنتكس غلط، ولذلك لما تيجي تعمل ران يقول لك لا معلش اسمح لي، انت في عندك حاجه غلط، اهو في ايرور موجود. ودي برضو من فوائد الفيجوال ستوديو، من فوائد الاي دي اي، البيئه اللي انت بتشتغل عليها. الاي دي اي ببساطه هو البيئه اللي انت بتشتغل عليها، زي البرامج الهندسيه البيئه اللي بتشتغل عليها وبتعمل عليها ديزاين. اوكي، فهي نفس الكيفيه بنفس الطريقه، دي بيئه بتقدر تعمل كرييت لابلكيشن عليها، زي البرامج الهندسيه ما بتعمل كرييت للديزاين بتاعك عليها، ايا كان نوع البرنامج اللي شغال عليه. فهنا دي بيقول لك لا في خطا هنا، ما ينفعش ايه؟ ارن. لما تشوف الخطا تبدا تدور على الخطا وهو بيكتشفه لك، ويديك علامه حمراء كده على اللوكيشن بتاعه، ويعمل لك هنا ايه؟ زي اليرت كده، انت عندك سطر مش مظبوط، امر مش مظبوط. طيب اقول له رايت لاين اهو، اوكي، وهعمل رن. وبعدين نروح على الاي اكس اي بتاعه نشغله. الاي اكس اي نعرف مكانه فين، طبعا احنا عارفين اللوكيشن اللي احنا اشتغلنا عليه او عملنا سيف للبرنامج عليه، اللي هو سورس، لا سوري مش سورس، اهو سيشن 1، ده الابلكيشن بتاعنا. اوكي، دي الفولدرز اللي البرنامج او الفيجوال ستوديو بيعملها كرييشن. ادي البرنامج اللي هو هالو وورلد فروم بيم ارابيا مستر عمر سليم. اوكي، ادي البرنامج. طيب ده بيعرض ايه؟ برنامج بيعرض لك رساله مش اكتر. طيب انا عايز بقى اروح كده على المكان بتاعه واشوف المكان بتاعه فين. ادي اهو ده السولوشن. يعني ايه سولوشن؟ مش وقته. دي الجزئيه الخاصه بالسي شارب، اوكي، سي شارب بروجكت الاكستنشن بتاع المشروع، وده الكلاس اللي اسمه بروجرام،
البين دي هي اللي فيها الاكسي. ادي البرنامج اهو اسمه هالو وورلد فيرست ابلكيشن. رن ده كده دبل كليك عليه. المرحله اللي احنا فيها دي اسمها انترميديت لانجوج. بص عشان اي اكس اي تعمل له كرييشن افاست قفشه وبيعمل له سكان ويشوف هل البرنامج ده اتولد من غير ما يعرفه. فاول ما يران ويخش على السيستم لا استنى انت بقى بيروح عامل له قفشه ويعمل له ايه سكان ويشوفه. طبعا يعني ايه ملوش دعوه. ادي البرنامج الاي اكس اي. اوكي انت عملت انت ممكن تطلع البرنامج ده وتديه لحد من اصحابك. انت عملت برنامج. اوكي ده الاي اكس اي. خد ده كوبي كده اهو وسميه مثلا ماي فيرست ابلكيشن اهو ده. اعمل كده رن اهو عمل رن. طب تعال نلعب شويه كده نديله حاجه كده خاصه بيه. اوكي طبعا ابورت الكلام ده مش عشان عملنا كوبي منه فطبعا ايه ما دخلش في الداتابيز اهو. ادي البرنامج اهو. طب تعالى نعمل حاجه جميله تانية. البرنامج شكله مش عاجبني. ايه الايكون دي؟ مش دي الايكون اللي انا عايزها. طب نعمل ايه؟ هروح على الفيجوال ستوديو هنا رايت كليك بروبرتيز وادي له ايكون. طبعا البرنامج انتوا شايفينه جوه شاشه سوداء يعني حاجه كده مش بس هي دي الستاندرد كورسز بتاعت مايكروسوفت بتستخدم الشاشه السوداء دي عشان تركز في كتابه الكود غير الفيجوال بروجرامينج او الويندوز بتبدا تاخد جزء من تفكيرك وجزء كبير من تفكيرك في ايه؟ في الديزاين. فطبعا ده مش هاخد ده كده الايكون ده. اوكي وبعد كده هعمل بيلد للسولوشن ريبيلد للسولوشن عشان اعمل بيلد للاي اكس اي. ريبيلد للسولوشن ده معناه انه بيعمل بيلد للاي اكس اي. يا جماعه هنعرف الكلام ده بالتفصيل. بص لما عملت بيلد للاي اكس اي انا همسح ده خالص مش عايزه واخد الجديد بقى ده الايكون بتاعه ماي فيرست اب اهو ماشي. ده خده كده بره اهو ده برنامج هيرن اهو بقى اكس اي برنامج ليه وزنه وليه ثقله ليه قيمته مش عشان بيعمل رساله لا عشان عمر سليم فيه وده حبيبي يعني. فعندي هنا انت عملت ابلكيشن اهو بيرن وينزل في الويندوز وياخد الايكون بتاعه وحاجه جميله يعني. طيب دي الشاشه السوداء. طب تعالى نعمل برضو سامبل تاني قدام عينيكو. اوكي والسامبل ده انا هقفل ده خالص والسامبل ده هنعمل ويندوز 4 قدامكم تمام.